كم مرة سمعت كلمة ضايقتك وفضلت باقي اليوم تفتكرها؟ طيب فضلت قد ايه مخنوق وبتغلي من جواك بسببها؟ تفتكر لو كنت تجاهلت الموقف وركزت بس على نفسك كنت هتوفر قد ايه من مجهودك وطاقتك ووقتك؟ في الحقيقة ده اللي لازم تعمله لما يكون في حياتك شخص نرجسي، والنرجسي هو طاووس. ايوه طاووس وبريش ومهووس. ريشه اللي حواليه ده هو مجهودات الناس اللي حواليه، لو راح عنه الريش لا يقدر يطير ولا ينفع يتاكل، لو سبته لوحده مش هيعرف يعيش لان انت في حياته الريش. لو قرر يطير بعدك هيطير ويقع، ولو ساب نفسه يتاكل من غيرك هيدوق طعم الوجع. ونصيحتي ليك النهاردة انك تسيبه. سيبه عشان يعرف كل مرة وقعك فيها، سيبه عشان يعيش دنيته وانت مش فيها. سيبه، تجاهله، تجنبه، اطفيه بغيابك، احرق غروره ببعادك. هترحم نفسك من نرجسيته وغطرسته في فرحه، وتصون نفسك من سلبيته وكآبته في حزنه. النرجسي بيتغذى عليك، النرجسي عايش بيك، النرجسي ما يهموش غيره. دي كانت روشتة حياة علشان تعيش أحسن حياة. أشوفك بعقل واعي ونفس راقية، أشوفك وانت عارف تبعد عن كل نرجسي في حياتك، يعني أشوفك بكل خير.